اللهم انصر المسلمين الفلسطين يا الله، اللهم انجي المسلمين الفلسطين، اللهم ارحم المسلمين الفلسطين، اللهم خلي المسلمين الفلسطين يا الله. سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله المنفرد بالعزة والجبروت، مدبر الملك والملكوت، رافع السماء بغير عماد، رازق العباد بغير حساب. والصلاة والسلام على النبي الذي أفضل البشر، الذي شافع لنا يوم الحشر، والذي ساقي لنا الكوثر في يوم المحشر، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الحاضرون، أوصيكم عباد الله، أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله، واستفتح بالذي هو خير. أيها الخلان، فإني لأدري لعلي لألقاكم بعد عام هذا في مواقف هذا، وفي يومكم هذا، وفي مكانكم هذا، وفي مسجدكم هذا، وفي جمعتكم هذا، وفي جماعتكم هذا. ولابد علينا أن نعمل عملا صالحا لرضا الله سبحانه وتعالى، ولأداء حكم الله سبحانه وتعالى، ولاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الخلان، وإن الله تبارك وتعالى قال في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الله خلقنا لوجوه عبادة الله سبحانه وتعالى، ولاتباع الله سبحانه وتعالى، وإن الله خلقنا لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله خلقنا لوجوه اتباع رسول الله ولاتباع الله سبحانه وتعالى. أيها الخلان، وإن الله خلقنا لوجوه معرفات الله سبحانه وتعالى، ولوجوه معرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إن الله تبارك وتعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا ابن آدم، بدنياك بآخرتك تربهما جميعا، ولا تبي آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم فيه، وإذا رأيتهم في الشر فلا تغبطهم عليه. السواء هناك قليل، والبقاء هناك طويل. ذهبت الدنيا بحاليها، بقيت الأعمال قلائد في أعناق بني آدم. فيا لها موعظة لو وقفت من القلوب حياتنا. آتيتم كلكم في المسجد وربكم الكعبة، آتيتم كلكم في المسجد وربكم الكعبة، قد أسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترزلون. أيها الخلان، إخواننا الكرام، ولابد علينا أن نعمل عملا صالحا، لأننا كلنا
كلنا نذهب إلى الموت. وإن الله تبارك وتعالى قال في كلامه المجيد: كل نفس ذائقة الموت إذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل نفس ذائقة الموت. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخاطبا نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إن الله تبارك وتعالى تنزيلا. إن الله تبارك وتعالى قال في كلام الله المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. خصوصا منهم على سهر الصاحب النبوة سيدنا أبي بكر الصديق بن أبي قحافة وعلى الفارق بين الحق والباطل سيدنا عمر بن الخطاب وعلى خطن المصطفى صاحب الإيقان أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان وعلى عالم المسلمين أسد الله الغالب سيدنا عبد بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى الأزواج المطهرة لذي النبوة وعلى بضعة الرسول سيدة النساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنهن وعلى والديها الشهيدين سيد شباب الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى عباس ابن عباس وأصحاب الرسول كلهم وعلى تمام العشرة المبشرة والتابعين ومن تبعهم أجمعين وعلى المشرفين بالإسلام إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اهد أئمة المسلمين إلى سنة الرسول والخلفاء الراشدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم مزق جمل أعداء وزلزل أقدامهم. اللهم دمر ديارهم شتت شملهم ومزق جماهم خرب بلادهم. اللهم اهلك الكفرة. اللهم اهلك الكفرة والمبتدية والملاهدة واليهود والهنود والنصارى والمشركين أجمعين خاصة بلاد الكفار دولة الأمريكية وبلاد الكفار الإسرائيلية وبلاد الكفار الهندية وبلاد سائر الكفار. يا الله اللهم خلد ملكنا وما مالك الإسلام. اللهم انصر ملكنا واحفظ ملكنا خاصة بلادنا دولتنا البنغلاديش. يا الله اللهم انصر المسلمين الهندية وانصر المسلمين الميانمار والأفغان والشيشان والعراق والشيريا. اللهم انصر المسلمين الفلسطين. يا الله اللهم انجي المسلمين الفلسطين. اللهم ارحم المسلمين الفلسطين. اللهم خلد مسلمين الفلسطين. يا الله اللهم اغفر ذنوبنا
اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفر قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأكبر وأعظم وأكبر. صفوا صفوفكم فإن التسمية من تمام الصلاة. أمرا نماجي قطر شدا قربو قطر شدا قروا واجب এবং ইকামতে হাইয়া আলা সালা বললে আমরা দাঁড়িয়ে যাব। এর আগে নামাজের জন্য দাঁড়ায় থাকা মাকরুহে তাহরিম না। আমরা সুন্নতের আমল করি ইকামতে হাইয়া আলা সালা সময় দাঁড়িয়ে যাই।